السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت ندير لكم جولة في كيك باش تشوفوا الجديد اللي داخلي اليوم. واول حاجة لاحظتها جديدة هي هادو اللي دايرين على شكل بولة نتاع الضو اللي خدامين بالحجيرات. الثمن ديالو 3.99 أورو، وكاين فيهم الالوان، كاين الاحمر، كاين هاد اللون، وكاين هذا. تقدروا تعلقوا في اي بلاصة. وكاينين هاد الديكورات، هادو اللي هما نتاع البديع، الشكل ديالهم تقدروا تحطوا هنايا الفوق شميعات. الثمن ديالو 1.99 أورو، كما كتلاحظوا الشكل ديالو رائع، فيه جوج الالوان، كاين الابيض، كاين هنايا حتى اللون الفضي، وكاين حتى هاد الطاوله. هذه منها طاوله منا تاع الخشب، وهذه راهي تاع الحديد. تقدروا هنايا تخشيو لداخل الاغطيه هنايا، دوك الاغطيات اللي كيكونوا صغارين كما كتلاحظوا باللون الابيض. الثمن ديالهم 7.99 أورو. وكاين حتى هاد الطاوله، هذه اللي عندها 3 نتاع رجيلات نتاع الخشب، اللي هي كامله نتاع الخشب، كاين اللون الابيض وكاين حتى اللون الكري، اللي الثمن ديالها 7.99 أورو. وكاينين اليوم هادو راهو كبير بزاف، هادو اللي كان حامل الشمع كنحطو فيهم شميعات، اللي كياخد 5 نتاع شميعات، 4 من التحت وواحدة الفوق. راهو كبير هذا، تحطوه في شي قنط في الصالون غادي يجي رائع. شوف الثمن ديالو 29.99 أورو. وكاينين حتى هاد المنظمات، هادي اللي كتجي بحال هاد الطريقة، غادي نوريها لكم. هكا عندها الغطاء ديالو، عندها جوج نتاع اللي يدير منها. تقدروا تحطوها حتى في الحمام، تحطوا فيها الفواط او اللوازم العنايه بالجسم. كاين فيه اللون الكري، وكاين فيه لاحظت حتى اللون الاسود. شوف الثمن ديالو، كاين هذا الحجم الصغير، انا كنقلب على الثمن تاع الاخر. هذا الحجم الصغير الثمن ديالو 3.99 أورو. هذا شوف الثمن تاع هذا الكبير فيهم 4.99 أورو. وراه كاين فيه حتى هاد اللون، حتى بقيت كنقلب لقيت هاد اللون. شوفوا هاد اللون الذهبي رائع، هاد الشكل. وكاينين حتى هادو، هاد المنظمات، هادو راهما دايرين ما عرفت كيفاش غادي نشرح لكم. هذا ما هو بلاستيك، ما هو توب. الثمن ديالو 3.99 أورو. كاين الابيض وكاين اللون الغوز. وجابوا حتى هاد الزرابي، هادو كما كتلاحظوا. نشوف شحال فيهم، فيهم 60 على 120 سنتيم. هادو كبار، ماشي هادوك اللي صغارين. الثمن ديالهم 12.99 أورو، وفيهم الالوان، كاين الابيض كاين الكري. اما هذا راهو بوحدو، هاد الغوص بيبي بوحدو. ودخلوا هاد الزرابي، هادو اللي هما تقليديين، هادو شوفوا وفيهم الالوان، كاين هاد اللون وكاين هذا، وكاين حتى اللون الازرق هنايا. غادي تشوف فقط الثمن ديالو فين هو. الثمن ديالهم 1.99 أورو، اللي فيهم 60 على 90 سنتيم. ودخلوا اليوم هادو حمقوني، هاد بلاطويات، راه قلت لكم كيك وعندكم تادي، ولاو كينافسوا اكسيو في الديكورات، غير فقط الفرق في الاثمنه. شوفوا هذا على الديكور اللي عنده، راه كاين فيه المرايه لداخل، وعنده 3 نتاع رجيلات، بحال الناس اللي ما عندهمش اكسيو وعندهم كيك او اللي عندهم تادي، يستغل الفرصه. راه الاشياء نفس الاشياء نتاع اكسيو. الثمن ديالو 7.99 أورو. وكاينين حتى هاد التيبيشات، هادو اللي كيصلحوا الحمام او لطواليطات. كاين هاد الشكل، كاين هذا، وكاين واحد الشكل بحال اللي كيجيبوا اكسيو، هاد الشكل حيت باقي عاقل عليه. هذا هادو هما الاشكال اللي كاينين. هذا عجبني، هذا كما كتلاحظوا الشكل ديالو جاني تقليدي. نشوف الثمن ديالو 4.99 أورو، اللي فيه 45 على 75 سنتيم. وكاينين حتى هاد الزرابي، اليوم كثروا بزاف من الزرابي هادو،
الشكل ديالهم. هادو فيهم 60 على 90 سنتيم، الثمن ديالو 4.99 أورو. وكاينين حتى هادو، هادو الشكل ديالهم رائع، اللي مكتوب فيهم بالانجليزيه. هادو زوين تحطو فيهم الخبز حيت عندهم الثوب منه. كاين هذا الصغير الثمن ديالو 1.99 أورو، وكاين الحجم الكبير الثمن ديالو 3.99 أورو، ولكن رائع هادو في الخبز، غادي يجي راقي في التقديم. وكاين حتى هاد العلبه، هذه اللي هي نتاع الخشب، اللي هي خاصه تاع الدراري الصغارين. بحال هذا راهو كيصلح للوليدات حيت كاين فيه اللون الازرق، وفيه هنا هاد البلاصه تقدروا ديروا فيه التصويره تاع البيبي هكا، وتحطوا فيه الاشياء ديالو الخاصه هنايا، بحال داكشي اللي كيكون يلاه عاد زاد. الثمن ديالو 4.99 أورو. وكاينين حتى هاد المنظمات، هاد السلات كيعجبوني انا صراحه، هاد السلات في الحمامات كنحط فيهم الفواط ودوك الادوات العنايه. كاين فيهم الصغير والكبير، الصغير الثمن ديالو 2.99 أورو، والكبير الثمن ديالو 3.99 أورو، اللي فيهم هاد اللون الابيض مع البني. وكاينين حتى هاد المنظمات، اليوم كثروا بزاف من المنظمات. هادو فيه من الكبير حتى الصغير، ولكن كل واحد والثمن ديالو. الكبير فيهم 7.99 أورو، المتوسط ديالو 4.99 أورو، ونشوف الصغير 3.99 أورو. وفيهم الالوان، كاين هاد اللون وكاين حتى هاد اللون. وكاين هاد القلب، هذا عجبني، غادي نجي منه باش تشوفوه، اللي خدام بالحجيرات كيدير الاضواء. عجبني هذا، تحطوه في الغرفه نتاع البنيتات، اما في الباب اولا في الغرفه لداخل، كيعطي واحد المنظر رائع هكا. فيه هنايا هاد العقيق منه كما كتلاحظوا، وكيدير الاضواء. نشوف الثمن ديالو 4.99 أورو. وكاينين هاد الوسادات، هادو على شكل قلب، شوفوا الشكل ديالو، فيه بحال الوريضات هكا مدوري. هادو الثمن ديالهم 4.99 أورو. كاين هذا، ولاحظت هذا اللي كيجي بنفس الطريقه، فقط هذا جاي مربع كما كتلاحظوا، الثمن ديالو 3.99 أورو. هادو كيفاش كيجيو، الثمن ديالهم 4.99 أورو، اللي فيهم 40 على 40 سنتيم. اما في جهه نتاع الاواني، جابوا هاد الكؤوس اللي هما نتاع الجاج، وهاد الزجاج اللي هو داك الزجاج اللي صحيح، ماشي داك الزجاج اللي هو خفيف، الثمن ديالو 1.99 أورو. فيهم جوج الالوان، كاين هاد اللون وكاين هذا، وكاين فيهم حتى هذا. هاد تقدروا ديروا فيهم العصير اولا الماء. وكاينين هادو كيفاش كيجيو، حتى هادو الهزه ديالهم ثقيله، الثمن ديالو 1.99 أورو، فيهم فقط هاد اللون. وكاينين هادو تاع القهوه، شوفوا الشكل ديالو، الثمن ديالهم بأورو، راه هي مكتوبه هنايا. ودخلوا حتى هاد الطاسات، هادو خاصين تاع الدراري الصغارين، اللي فيهم هنايا هاد القتمنه، كاين فيه اللون الازرق واللون الغوز، يشربوا فيه الكاكاو اولا الحليب، الثمن ديالو 1.99 أورو. وكاينين هادو، هاد زلايف كما كتلاحظوا، هادو زوينين، راهما كيدخلوا حتى الفران، الثمن ديالهم بأورو، داخلين فيهم فقط اللون الابيض. ودخلوا هاد التبصيل كيفاش كيجي في الطول، باللون الابيض، راه هو طويل هكا ورقيق، الثمن ديالو 1.99 أورو. ودخلوا حتى هادو، اليوم كثروا بزاف كما كتلاحظوا من الاواني اللون الابيض، دائما راهما موجود، ولكن اليوم جابوا الاشياء الجديده. كاين هذه اللي كنحطوا فيها السكر، الثمن ديالها 1.99 أورو باللون الابيض. وكاينه هذه اللي هي خاصه تاع الحليب بهذا الشكل، الثمن ديالها حتى هي 1.99 أورو. وكاينين هاد الطاسات نتاع القهوه، عجبني فقط الديزاين اللي داروا ليه اليد كما كتلاحظوا هنايا، مختلف على الديزاينات نتاع الكيسان نتاع القهوه، الثمن ديالو 1.99 أورو. وكاينين حتى هاد الزلايف، هادو راهما غارقين كما كتشوفوا، هادو زوينين هكا لا صوب اولا الحريره الواحد يبدل شويه من دوك الزلايف اللي هما مدورين،
كيفاش كيجي. راه كاين حتى البصل ديالهم، هادو راهم الحي غادي نجبدهم، نحاول نجبدهم. هذا الحجم ديال الصغير على هذا، الثمن ديالهم 2 أورو 99 سنت. حتى هاد الزلايب هادو الحجم ديالهم الصغير كما كتلاحظوا، الثمن ديالهم 1 أورو 99 سنت. حتى هادو تقدروا ديروا فيهم لاصوب وتقدروا ديروا فيهم السلطات اللي هي مختلفه. وكاينين هادو عجبوني الشكل ديالهم اللي كنحطوا فيها الطاسه الداخل، الثمن ديالها 1 أورو 59 سنت. غادي نوري لكم كيفاش كتكون فيها الطاسه حيت عجبني هاد البلاصه. غادي نوري لكم ناخذ واحد الطاسه من العاديه هكا بحال هاد الطريقه، تحطوا هنايا الطاسه ديالكم اولا تحطوا هنايا شي كيكه صغيره اولا السكر من هاد الطرف، كيكون ديك البلاصه هنايا خاويه. عجبتني الشكل ديالها. وكاين هاد الزلافه اللي جايه بهذا الشكل، الثمن ديالها 1 أورو 99 سنت حتى هي. وكاين حتى هاد المول اللي هو نتاع البدع اللي كندخلوه الفران، ديالو 7 أورو و99 سنت كما كتلاحظوا، راه هو غارق هذا. وكاينين حتى هاد العلب هادو اللي هما نتاع الجاج، عندهم الغطاء نتاع الجاج وعندهم هاد العيبه منا، تقدروا ديروا فيه اي حاجه، الثمن ديالو 1 أورو 99 سنت. وتقدروا ديروا فيه المكسرات والسكر واي حاجه اولا الحلويات، هادو زوينين الحلويات الا حطيتوهم وتحطوهم فوق الطاوله كيجيو رائعين بلا ما تقولوا لي راه كيوحي على الاحتفالات، حيت فيه غير نجيمات هكا باللون الاحمر ماشي ضروري كاين الاحتفالات. وكاينين حتى هاد الشباكين هادو اللي هما نتاع الحديد، تقدروا تحطوا فيهم الخبز اولا الفواكه. غادي نشوف معكم الثمن، 2 أورو 99 سنت. كاين فيه هاد الكري وكاين فيه حتى اللون الابيض. وكاين حتى هاد السله هادي زوينه الفواكه هكا كيفاش كتجي الشكل ديالها، الثمن ديالها 2 أورو 99 سنت باللون الفضي. وكاين حتى هادو اللي كيصلحوا الحمامات اللي كنحطوا فيهم الصابون تاع اليدين، عجبني الشكل ديالو. هذا نتاع البدع داروا ليه هاد اللون النحاسي، وكاين فيهم حتى اللون الفضي هذا كما كتلاحظوا. تشوف الثمن ديالو 2 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هاد المنظمات اللي خاصه نتاع الاطفال البيرو ديالهم، بحال تحطوا هنايا الاقلام ولا اي حاجه الخاصه تاع الوليدات. فيه هنايا المجوره، كاين هادو اللي هما تاع البنيتات فيه هاد الشكل وفيه هذا، وكاين اللي هما تاع الوليدات حسب الالوان. كاين هاد اللون هادو، شوف الثمن ديالهم 2 أورو 99 سنت. وكاينين حتى هادو اللي كنحطوا فيهم الاقلام. كاين هذا نتاع البنيتات، كاين هذا نتاع الوليدات، الثمن ديالهم 1 أورو 59 سنت.